السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نزلناه، بعد ما نزلناه راح نلاحظ عملية التمرين، وهي يعني عملية التمرين الاخرى اللي هي مع هذا التمرين راح تكون كالتالي. تمرين بطيء بعد ما استعملناه سريع. سلم عجم، راح يصير عندك عملية فتح الصوت وعدم الضغط على الصوت. يعني مو لا، هذا راح يصير عندك ضغط على الحنجرة، فيحتاجك انه يسوي هاي عملية خروج الصوت وليس وليس راح يصير عندك هنا ضغط على الحنجرة. تحياتي لكم، وأتمنى استفادتوا من هذا الفيديو. لا تنسون الإعجاب والاشتراك وأيضا المشاركة حتى يعرفون أكو بعض الأصدقاء أنه يحبون أنه يتعلمون دروس نظرية حول تطوير الصوت ودراسة الصوت بطريقة صحيحة. تحياتي لكم ومع ألف سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.